يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونكم؟ قبل لا أبدأ بطبخة اليوم، قبل لا أقول أي شيء، في عملية مقارنة بالأكل أنا أعتبرها مقارنة ظالمة. يعني مثلا لما تجيب لك طماط مستورد وتقارنه بطماط محلي، أو تجيب لك مثلا زي الجمبري هذا مستورد ومجمد تقارنه بالطازة، مقارنة أنا أعتبرها ظالمة. طبيعي أن الشيء الطازة أو الشيء اللي يعني أتكلم يعني أسماك أو كدجاج، مثلا دجاج، ما نبغى نذكر أسامي شركات، عندنا شركات واجدة وفي مستورد، في شركات دو، وفي ذكرني مش عارف شركات المستوردة ذي، دو ودو وإك، المهم أنها كثيرة. ما تقارن الدجاج الدو بهذا، بس مو معناته ان الدو سيء او ان الثانيه سيئه، لا لا لا، بس في فرق في الماده. في ناس عندهم الله اعطاهم والله يرزقهم، قادر انه يشتري الدجاجه او قادر يشتري اللحم الفلاني بقيمه فلانيه، بينما في شركات اخرى صارت تجيب بديل. بس فيه ما اكذب، في شركات حي الله، وفي شيء لا والله مقبول، مقبول وفوق المقبول برضو. بس هذه فلسفة كذا، حبيت اتفلسف اليوم، اليوم كذا احس كذا خاطري شوي اسولف وفضفض معكم. العلم اليوم عندي حمسة جمبري، هي على اساس انها ادام جمبري، بس خدعت مشعل قال ابغى الخاثرة كذا، قلت ابشر ما عليك جبها. اليوم عندي حمسة جمبري بطريقة حلوة، اهم مكون فيها زعتر، أهم مكون فيها زعتر وزيتون، سلطة زيتون. هذه أنا جبتها أمس تعشيت عليها أنا والعيال، جازت لي فطرت في بالي فكرة. مقادير حمسة الجمبري: جمبري، خضار مشكلة أي نوع عندك، أي نوع ما يفرق، زيتون مشكل، طماط، ملح، ليمون، زعتر، زيت زيتون، بصل، فلفل أبيض. بنسويها مع بعض على رز كذا أبيض بالزرك بالتوت المجفف. مشينا، أول شيء نحمس الجمبري، زيت زيتون نحمسه، صاجتك لازم تصير حارة مرة على الجمبري، ها نبيها بس حمسة بسيطة وبنطلعها. نعطي نار، خلاص اخذ اللون اللي انا ابغى، هذا هو بس، ترى دقيقة واحدة فقط، دقيقة واحدة على نار عالية. الان نطلع الجمبري، بسم الله، نفس التاوة، زيت زيتون، واحمس البصل. اخذ البصل اللون اللي انا ابغاه، اللي ما يل السواد توه، ما بعد سود، بس هذا الطعم اللي انا ابغاه. الان الخضار المشكلة نقلبها مع بعض، طاحت فاصوليا خلها احمسها شوي وارجع لك. ها اخذت لها لسع الخضار، الان وقت الطماط، ارجع لورا شويه مشعل، والله الدنيا حاره، ياه انجينا من النار كذا، امرنا بالسليم. الان دور الزعتر، وبعدها الزيتون، وارجع بالجمبري مرة ثانية، وعطني فلفل أبيض أو فلفل أسود، أنا أحب فلفل الأبيض الصراحة أطعم. أوب أوب أوب، وهذه رشة ملح،
بس عصرة ليمونة آخر شيء طبعا. الحين ارجع لي ورا شوي لأني بحوسك ترى بالنار. خلاص سكرها وخلها على نار هادية أبو ربع ساعة أمورها طيبة. في ما نسلق الرز سوري صار اكشن، المايك طفى، جاني اتصال وسكرت وخلصت نسيت اولع المايك. العلم انه واضح اكله تو كانت على الصامت. ايش رايكم بالهدوء؟ والله شكله بنجرب نصور كذا على الصامت مره. رزنا جاهز وحمستنا جاهزه. هذا الزرشك مع الفلفل الابيض مع اللون الزعفران هذا حلوين، خلها على جنب وهات رزك هذا هو شفاه ما شاء الله تبارك الرحمن. رز سادة بدون أي شيء. خلونا نرتب الدنيا وارجع لكم. بسم الله نجربها مع بعض. أول شيء أنا صراحة اشتهيت الرز بالحالة. ما شاء الله منظره ما شاء الله. زي ما توقعت بالحالة الرز ما شاء الله. تاخذ لك البيان شوية زيتون شوية خضار يعني اللي تلقاه على طريقك وقلب. وهذه اللي وصوا عليها. صراحة شيء من الآخر. بالعافية علينا، ترقبونا بكرة. على فكرة بكرة راح يكون في عندي توزيع بالسحب